ان شاء الله الاستعداد دوت استعداد الهي استعداد الهي ينزل اول بس انزل بقى انزل استعدادات ان شاء الله بكره باذن الله يكون يوم ناجح باذن الله. انا شايف النجاح من دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اتفضل قول بكره نتكلم بكره نتكلم من دلوقتي من بكره. بص يا برنس ده بقى وديه هناك كده على الارض ده بقى وديه اديني ده يا كابتن كابتن اديني ده استنى شد الحبل يا عم شد الحبل قول لي كده ايه شعورك دلوقتي ايه شعورك اه جايين نبطك شويه مش بعنف حتى في الخيمه ها عشان ما كنتش معايا العقل حلو العقل شايف بقول لك حتى في الخيمه بلطجيه بقى بلطجيه هنعمل ايه بس بلاش هنا بقى وحاجات كده يعني جو تربت ورا انا بلطجي انا افتخر اني بلطجيه لا الشكل ده مش بلطجي لا هم بيقولوا علينا بلطجيه احنا بلطجيه كله حاليا دلوقتي بلطجيه الا الشرطه واتباعه ايوه هي دي النقطه الشرطه والجيش هم اللي مش بلطجيه احنا بقى الشعب كله بلطجي الا هم لا معايا ما قالوا علينا كلام كتير بس احنا ما بنصدقهمش باصين من نفسنا في بنات شعورك النهارده ان شاء الله خير ان شاء الله خير ربنا معانا صور ايه متعور مش صور يا عم نعورك كده مسمور مزاجين مسمور اه والله مين عورك متعورنا هنا سنه 25 دوب لما ايوه الف سلامة الله يسلمك تاني. أيوة. مش عاوز ارجع تاني بقى لما اخلص الموضوع استنى أيوة. كلنا هنا في البلد لما نخلص الموضوع تاني ان شاء الله رب العالمين باذن الله 18 20 80 يوم قاعدين لحد الطلبه بتحصل كلها قاعدين مش ماشيين طبعا كفايه بقى كفايه صح حرست راجل طيب والراجل الطيب يعني ممكن يطلع طيب قوي سريع اللزوم واحنا مش مستحملين بقى طيب اكتر من كده ماشي بالتوفيق ان شاء الله اقول لك ايه اقول لك ان احنا هنفوز بكره ان شاء الله شعورك ايه صح انا سعيد جدا طبعا كفايه ان احنا مع بعض ايد واحده جو كفايه ان احنا ايد واحده بس وان شاء الله هنستلم الكاس من امريكا ان شاء الله والاهلي ترى خلونا نتفائل اهو كام سواء الجو انا شايف جو غريب الجو يعني حب وشغل وكيفه مع كله والله حاسس الاحساس انا حاسه طبعا ايام الثوره رجعت تاني ده اهم حاجه دي كفايه طبعا اهم حاجه لكله رجعنا جمهوريه التحرير رجعت تاني لمكانها اظن دي من انجح الاشياء بصي مجددين الليبرالي جنب اخوان كله موجود ما فيش حد بيعترض بالتوفيق لا استنى نسيت دلوقتي بس طلعها فوق الحبال عشان الخيمه دي معموله علشان الشمس عشان تعكس يعني هو عاملها ضوء ابيض عشان تعكس الضوء بس التكبير اظن اول مره
تتعمل؟ أول مرة تتعمل. صح كده؟ أول مرة تتعمل. آه. بس فكرة جميلة، فكرة مين؟ والله هو أنا اللي سمعته إن هي فكرة مهندس الشاري. مهندس الشاري هو اللي فكر الفكرة دي وهو اللي عمل التخطيط. الصراحة فكرة جميلة. بس هي فكرة حلوة بصراحة، يعني دلوقتي الشهر 7 في عز الصيف. فالناس دي كلها لو جت وقفت محدش هيستحمل يعني بعد الظهر. الثورة كانت 25 يناير، كان لسه شتاء. كان لسه شتاء، لسه إحنا لسه كنا لابسين تقيل. فلا لا دلوقتي احنا زي ما في شهر 7 يعني. يعني دي ابتكارات بقى الصيف. حمايه للصيف. فدي حمايه للصيف. احنا دلوقتي لو وقفنا ساعتين في ميدان التحرير في عز الشمس بعد الساعه 12 مثلا، احنا خلاص احنا سحنا مش هنقدر نستحمل ونكمل بقيه اليوم. أيوة. اللي هتجيله ضربه شمس واللي فلا لازم يبقى فيه بروتكت الحاجه دي يعني. جميله فكره. هي فكره حلوه جدا بصراحه. انا بشجع اللي عملها. ماشي، بالتوفيق، نتقابل بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ولا كده لف رجلك كتير لف على البتاع الحديد من بره. الخيمه دي اول مره تتنصب، الفكره جميله طبعا وحاجه حلوه طبعا. شعورك النهارده ايه بقى؟ شعور جميل طبعا. الحمد لله رب العالمين، ربنا يتمها بكره بخير. انا حاسس ان النجاح بدا من دلوقتي. طبعا ما لازم يبدا من النهارده. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يبقى يوم كويس وما يحصلش فيه اي اضرار لاي حد، ويعدي يوم كويس علينا كلنا ان شاء الله. اللهم امين. واهم حاجه المطالب تتحقق. احنا بنعمل ده كله معتصمين، مش هنمشي معتصمين لغايه لما خلاص كل المطالب بتاعتنا. يا عم انت جات لك مفاجاه. عامله ايه؟ تمام.